ماما ماما في شيء؟ لا ماما أنا زين، بس يبي لي كلاس مي. كادي أنت وصلتي؟ إيه. أنتي فيك شيء؟ شهوت فيها شيء؟ ماكو شوي تعبانة، ارتاح شوي. زين دقيت عليك ما رديت علي، ودقيت على شهود ما ردت. اي شهودة حبيبتي ما عليها الا العافية. تدرين أول يوم مع زوجها. زين شهود مع زوجها وأم ثامر. مليت وأدق عليها ما ترد علي، قمت أحاتيكم. والله ما أدري مريم، أنا تعبانة برتاح. ماما وين ماما كالي؟ خلاص ردي المي. زنيت سوسن، ترى مالي خلق عندي تعبان. ليش صاير بعد كل يوم من مصيبه لي مصيبه؟ ماني قادر اترقع. شلك فيهم مصايبهم؟ شايل همهم بعد؟ من صدقك انتي؟ هذيل اهلي ترى. طبعا اكيد من صدقي. شلك فيهم مصايبهم؟ عيش حياتك واهتم بصحتك، ترى لا صار فيك شيء ما راح ينفعونك. هاي من بينفعني؟ انت اللي بتنفعيني مثلا؟ طبعا اكيد انا اللي بنفعك. منو ضفك وسواك ريال غيري؟ قاعد تعيريني. حلو وايد حلو. شفت الحكي اللي قلتيه هذا كله؟ راح اخليك تندمين عليه. شنو يعني قاعد يهدد هذا ولا شنو؟